شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي المتميز جدا 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 نظرة أمل. وكعادة قناة الصحة والجمال دائما التغطية الحصرية لفاعليات ذوي القدرات الخاصة. الأسبوع الماضي وبالتحديد من 27 مارس إلى 30 مارس كانت هناك بطولة الجمهورية الثانية لتنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة بالمركز الأولمبي بالمعادي. وكعادتها قناة الصحة وجمال كانت سباقة دائما لذوي القدرات الخاصة. هذه البطولة فعلا تحديات وقوة وإرادة. أنا فعلا لم أرى قوة تحدي وإرادة، يعني ما شفتش قبل كده قوة تحدي وإرادة في أي بطولة أخرى مثل بطولة تنس الطاولة التي أقيمت الأسبوع الماضي. هنبدأ الأول بفيديو لكابتن رضا حمد. كابتن رضا حمد أول مشاركة في بطولة الجمهورية. كابتن رضا حمد تاني حد في العالم، يعني رقم 2 في العالم يلعب كرة تنس الطاولة بفمه، ممسكا مضرب بفمه. ده رقم 2 بعد كابتن إبراهيم حمدتو. كابتن رضا حمد، أستأذن مخرجنا نشوف هذا الفيديو. شايفين العالم بقلوبنا راضيين بنصيبنا ومكتوبنا الله الله. كابتن رضا حمد، اخبارك ايه؟ خير والحمد لله. ربي النهارده المفروض افتتاح البطوله، المفروض يعني كان فيه مباريات النهارده. هو النهارده زوجي ان شاء الله، بكره فردي ان شاء الله. طيب احنا كنا متوقعين هيعملوا كلاس ليكو، تصنيف معين لحضرتك والكابتن ابراهيم حمدتو، ايه المشكله؟ والله انا اتمنى ذلك، يعني لكي تكون الفرصه متكافئه ومنافسه قويه. لكن انت دلوقتي لسه ما عملوش كلاس ليكو معين. لا لا، كلنا بنلعب كلاس 6، انا والكابتن ابراهيم كلاس 6. لو قلنا بقى خلاص هيبقى في تكافؤ فرص وكده، يعني نتمنى ذلك وننادي بذلك. بس بكره مبارياتك هتبدا من بكره ان شاء الله تعالى. ومش هقابل الكابتن ابراهيم. طب يعني ده احنا قلنا خلاص، يعني مباراه افتتاح البطوله دي المفروض تبقى بينكم. يعني والله انا ما عنديش مشكله ان اقابل اي حد، يعني العب اي حد، اكسب اخسر ما فيش مشكله، ولكن اتمنى ان اقابل الكابتن ابراهيم تكون المنافسه حقيقيه. يعني ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، شكرا. انا بلعب شويه. كابتن رضا حمد ابن مدينة فوة، محافظة كفر الشيخ. أول بطولة جمهورية يحضرها، كنت أتمنى يعني إن هو يقابل كابتن إبراهيم حمدتو، أو يبقى فيه تصنيف معين ليهم هم الاثنين فقط، يعني أو لنفس الفئة ديت، عشان يبقى الفرص متكافئة أمام الجميع. يعني إحنا اتكلمنا برضو مع رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدكتورة حياة خطاب،
ويعني وعدتنا اللي هتشوف الموضوع ده. بعد ان شاء الله تعالى بعد الكابتن رضا حمد هنشوف الكابتن رقم واحد في العالم يلعب تنس الطاولة ببقه، الكابتن ابراهيم حمدتو. استاذن مخرجنا يعرض فيديو الكابتن ابراهيم حمدتو ابن محافظة دمياط والبطل رقم واحد في العالم من يلعب كرة التنس بفمه. استاذن مخرجنا يعرض هذا الفيديو. مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم بعد هذه المقاطع من كابتن ابراهيم حمدتو وكابتن رضا حمد. احنا شفنا قد ايه قوه الاراده والعزيمه والتحدي، شيء جميل جدا جدا جدا. انسان ولد دون ذراعين والكابتن ابراهيم حمدتو عمل حادثه وفقد ذراعيه، شيء جميل جدا ويلعبوا وهم الوحيدين في العالم دلوقتي، الوحيدين في العالم اللي بيلعبوا تنس طاوله بفمهم. دلوقتي هنوصل وصلنا ل عاوزين نعرف الاخلاق، الاحترام، العلم، الادب، كل الصفات ومعظم الصفات اللي انا بجد يعني دقائق معدوده قابلت فيها الانسان ده، حسيت قد ايه ان هو انسان عظيم، حسيت قد ايه عنده تحدي، عنده اراده، عنده قوه. هو اللاعب الدكتور احمد المحص، دكتور مدرس بكليه الاداب جامعة دمنهور. نستأذن مخرجنا يعرض هذا اللقاء. نعم
انا اسمي احمد صابر امين المحص، مدرس اللغه بكليه الاداب جامعه دمنهور قسم اللغه الانجليزيه، وبطل الجمهوريه في تنس الطاوله متحدي الاعاقه فئه الكلاس فئه الاعاقه 2، وبطل افريقيا في نفس الفئه. والله هو حلم اي حد ان هو يتاهل لبطوله عالميه زي الاولمبياد او بطوله كاس العالم، فاحنا ان شاء الله داخلين يعني الفتره اللي جايه ديت بنستعد حاليا لبطوله افريقيا اللي هتبقى شهر 9 المفروض مقرر ليها في المغرب ان شاء الله، ودي مؤهله لبطوله العالم. فالله المستعان بنعمل علينا. انا ليا طبعا في رساله عايز اوجهها لاخواتي واخواني من ذوي القدرات الخاصه. اسم البرنامج بتاع حضرتك نظره امل، وده شيء جميل جدا. انا عايز يبقى عندهم نظره امل، مفيش حاجه توقفنا. الاعاقه ديت المفروض بتتحول، مش هسميها اعاقه، اختلاف جسدي، تتحول من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه، تكون قوه اندفاع لينا نحقق اللي غيرنا ما يقدرش يعمله. يعني المفروض ان احنا كلنا يبقى جوانا ايمان بان من اراد استطاع، اللي عايز حاجه بيعملها. ما بلاش نعمل شماعه اسمها الاختلاف الجسدي او الاعاقه ونقف كده مكتوف الايدي ونقول حجه بقى وكده. انا ما بحبش خالص الناس الموظفين اللي في الحكومه اللي بيقول لك انا ما بروحش الشغل عشان انا كذا او كذا. لا بالعكس، ده انا بروح واثبت للناس كلها ان انا افضل من الناس الاخرين. يعني بنواجه مصاعب ومشاكل وتحديات، ده الحل بشكل عام يعني، لكن احنا ما نوقفش عاجزين قصاد الحاجات ديت، احنا اقوى منها بكتير جدا. نطلع طاقه جوانا، كلنا بلا استثناء جوانا قدرات كامنه، لما بنستنفرها او لما بنستدعيها بتطلع وقت اللزوم. يا ريت كلنا نستدعي القدرات والقوات ديت. ان انا سافرت بطولات دوليه واطلعت على نظام التعامل مع الاخوه ذوي القدرات الخاصه في الدول اوروبا ودول اخرى، يعني انا شايف الاهتمام عندنا ان كان موجود فهو مش بالشكل او القدر الكافي. يعني شويه اهتمام، شويه حاجات حتى خارج نطاق الرياضه، انا بتكلم في امور عامه بتخص ذوي القدرات الخاصه بشكل عام، زي الاتاحه، زي الحق في التعليم، زي الحق في التامين الصحي، الحاجات دي كلها حقوق نص على الدستور. حاجه تانية انا باكد عليها ان هي مصر مصدقه على الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، طبعا دي اتفاقيه دوليه ومصر مصدقه عليها، كونها مصدقه عليها فده الزام للحكومه بتطبيق بنود هذه الاتفاقيه. للاسف بنود الاتفاقيه ديت مش متطبقه بالشكل الكامل. يعني اوجه تحيه شكر وتقدير للقائمين بالعمل على هذا البرنامج المتنفس الوحيد لينا بصراحه. يعني انا كان طول عمري بحلم ان يبقى فيه برنامج يناقش قضايا او يبص يدي بريق امل ونظره امل، ده اسم البرنامج، للمتحدي الاعاقه على مستوى الجمهوريه اللي هم بيعملوا حاجات مش عايز اقول لحضرتك انجازات عظيمه جدا. فطبعا كل الشكر والتقدير لحضرتك ولاداره القناه والقائمين على اعداد البرنامج لانهم تبنوا القضيه بالفعل، واصبح دلوقتي البرنامج مسموع، مش عايز اقول لك كل الناس بتستناه، كل الاشخاص ذوي القدرات الخاصه بيستنوه عشان هو ده الحاجه اللي بتخصهم، حاجه من ضمن البرامج القنوات الكتيره جدا اللي بتناقش حاجات ثانيه كتيره جدا، ده الحاجه الوحيده اللي بتخصنا، فاكيد بنستناه ونتفرج عليه. يا احمد
اسمحوا لي بس انا هقول كلمه حق دكتور احمد، ان هو دكتور احمد تبرع واوجد مكان وراعي فكره الناشئين، واوجد اول تجمع للناشئين على نقبته الخاصه في البحيره هناك في نادي العاب دمنهور. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد هذا التقرير الصغير للدكتور احمد المحص. حقيقه يعني انا ما شفتش انسان قبل كده بهذه الاخلاق. اوجد مكان للاشبال الصغيرين في دمنهور، متحدي الاعاقه بتوع دمنهور، اوجد لهم مكان بيساعدهم كتير جدا. مركز اول على مستوى الجمهوريه، مركز اول افريقيا، مدرس اللغه بكلية الآداب جامعة دمنهور قسم اللغة الإنجليزية. يعني إيه التحدي ده؟ إيه الجمال ده؟ والله بجد يعني تحية واجبة وتعظيم سلام لكل ذوي القدرات الخاصة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد المحص. وصلنا دلوقتي للاعبة الطالبة ناشئين، الأستاذة هند عيد من مركز شباب حلوان، وبتلعب مع اللاعبه برضو مريم ابراهيم، كانوا هما الاثنين موجودين في هذه البطوله من الناشئين. ممكن استاذن مخرجنا نشوف هذا التقرير. اسمي هند عيد علي من مركز شباب حلوان الجديده. انت اول مره تشارك في بطوله؟ انا اول مره اشارك في بطوله الجمهوريه، لكن شاركت في بطوله الجامعات قبل كده سنه 2013 2014 و2014 2015 و2015 2016، ثلاث مرات قبل كده، وكل مره كنت بطلع مركز تاني على مستوى الجامعات. انت بتدرسي فين؟ جامعه حلوان كليه التربيه قسم كيمياء عربي الفرقه الثالثه. اسمي؟ قسم كيمياء عربي الفرقه الثالثه. بسم الله ما شاء الله. طب انت بتلعبي من امتى كده؟ من سنه اولى جامعه، دخلت الجامعة وكابتن ليه ايدي كويسة في المضرب وقال لي يعني ادربك وتروحي معانا بطولات الجامعة وكده، فمن ساعتها اعطاني الفكرة وبدأت يعني من ساعتها. طب يعني انت مش معنى اخترتي تنس الطاولة بالذات يعني؟ هو لعبة رقيقة كده يعني انا حاسة ان هي مناسبة ليا، فالحمد لله يعني ربنا موفقني فيها واشتركت في نادي من السنة دي وتأهلت لبطولة الجمهورية. انت نفسك يعني في نفسك تتمني ايه؟ يعني نفسك توصلي ايه في تنس الطاوله؟ ان شاء الله اوصل للاولمبيات ان شاء الله باذن الله واخد كاس العالم ان شاء الله. طب على المستوى التعليمي نفسك توصلي ايه؟ دكتوره ان شاء الله باذن الله، انا تقديرات امتياز السنه اولى وسنه ثانيه، وان شاء الله باذن الله سنه ثالثه يكون تقدير كده ان شاء الله. طب بمناسبه ذوي القدرات الخاصه، مش عاوزه توجه كلمه للمسؤولين؟ أرجو إن هم بس يهتموا ويعملوا لنا إتاحة في الطرق في المستشفيات في الجامعات، وإحنا إن شاء الله يعني نكون عند حسن ظنهم، ويعني عايزين بس الإتاحة، وإحنا عندنا القدرات اللي هتأهلنا إن إحنا نكون دكاترة مهندسين رواد في الفضاء كل حاجة، إحنا عندنا القدرة دي بس عايزين الإتاحة. طب تحبي تقولي إيه لقناة الصحة والجمال اللي دايما مهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة؟ أنا طبعا بشكر قناة الصحة وجمال وبشكر المعدين بالبرنامج إنهم مهتمين بحاجة زي كده، دي حاجة كويسة يعني، وأتمنى إن كل القنوات بقى تشارك وتهتم بكده يعني، ما تكونش قناة الصحة والجمال بس. شاكرين جدا وبالتوفيق. شكرا لحضرتك. مريم إبراهيم. عندك كام سنة يا مريم؟ 15 ونص إن شاء الله. كام سنة؟ 15 ونص. 16 ونص. في المدرسة؟ أولى ثانوي. أولى ثانوي، بسم الله ما شاء الله، عاملة إيه في المدرسة؟ الحمد لله تمام. أنت جاي النهاردة تشاركي في بطولة الجمهورية، أول مرة تشاركي؟ هو يعتبر أول مرة أشارك، بس أنا كنت لعبة بطولة ودية قبل كده وكنت جايبة فيها ميدالية فضية، ودي النهاردة الحمد لله جبت فيها ميدالية ذهبية الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هو نظام النهاردة لعب نظام كاس، يعني اللي يتهزم يخرج ولا إيه بالظبط؟ لا، اللي يتهزم بياخد ميدالية فضية عادي، بس بيكمل بقى إن هو بينضم بقى اللي لسه ينضم لبطولات تانية لغاية لما يوصل للمنتخب، واللي بيكسب بياخد الذهبية وينضم على طول من غير ما يعيد بقى أي حاجة تاني. طيب يا مريم، يعني أنت مش منها تنس الطاولة بالذات يعني؟ والله بس هي بصراحة هي مفيدة وجميلة وشيقة.
يعني هي حلوه في كل حاجه. لقيت نفسك فيها يعني؟ لا مستقبل، لا مستقبل. طب نفسك فيه بقى توصلي لايه في تنس الطاوله؟ نفسي اكون بطل عالميه جدا، وان شاء الله احقق اللي انا نفسي فيه ان شاء الله. طب ده على مستوى الرياضه بقى، على مستوى بقى الشخص بقى، نفسك تواجهي كلمه للمسلمين مثلا؟ طبعا نفسي اقول للناس كلها ان هي تمارس الرياضه وان يحسوا بحياه، وما ينفعش ان حد ييأس. الحالات اللي شبهنا في اهالي بتبقى معتقده ان احنا معاقين، فما ينفعش ان حد يشوفنا، فلازم ان احنا حد الاهالي اولا ثم المجتمع ياخد عننا فكره كويسه ان احنا في المجتمع اصلا يعني حاجة متعملش زي أي بني آدم. فأتمنى من الله إن الناس تعاملنا أحسن من كده، وإن البطولة وإن إحنا نتأهل لحاجات أحسن من كده. طيب تحبي بقى تقولي إيه لقناة الصحة والجمال اللي دايما مهتمة بذوي القدرات الخاصة؟ أشكرها جدا جدا. شاكرين جدا. عفوا. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد هذه اللقاءات القصيرة مع الطالبة هند عيد والطالبة مريم إبراهيم، دول ناشئين. شفت الإصرار، شفت التحدي، يعني بجد احنا بنتعلم من هذه الأشبال. للأسف الشديد الوقت بيمر سريعا، وعاوزين نشوف بعض الصور للبطولة. مش هنقدر نعرض كل الفيديوهات. قدامنا دلوقتي مجموعة صور للاعبين وللدكتورة حياة خطاب. يعني شيء جميل جدا. البطولة دي بجد يعني يعتبر كانت يعني كاس عالم مصغر حقيقة. يعني قوة إرادة اللاعبين المشاركين كلهم، كانت فيه منافسة قوية جدا 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 جدا. يعني وإن شاء الله اللاعبين دول يعني إن شاء الله هيكون لهم مستقبل رائع في المشاركات الدولية المقبلة إن شاء الله، وهيساهموا في رفع اسم مصر عاليا في العديد من المحافل الدولية القادمة إن شاء الله تعالى. ده فريق المنيا قدامنا دلوقتي على الشاشة. تحية وتعظيم سلام، تحية واجبة فعلا بجد لفريق المنيا، أبلى بلاء حسن في هذه البطولة. وكذلك برضو فريق دمنهور، ده الكابتن، ده لاعبة دمنهور أسماء عبد العال، وفي لعيبة كتير جدا بجد. يعني احنا يعني لو قعدنا كام حلقة مش هنقدر نوفي بجد يعني ببعض، بجزء بسيط. جزء بسيط من ده كابتن ابراهيم حمدته. ان شاء الله تعالى يعني بعد الفاصل هنشوف لقاء العمالقه، الكابتن خالد عبد السلام والكابتن علي محمد نصر بعد الفاصل.